عبارة عن مين بيعرفني أكثر. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه مشان يوصلكم كل جديد احنا بننزله. يلا نبدأ. طبعا قبل ما نبدأ الفيديو راح نحط لكم رابط قناتنا الجيمينج تحت في الديسكريبشن وقناة برنسس حلا تحت في الديسكريبشن. طبعا حلا برنسس حلا اليوم مشاركة معنا بالفيديو. انا عندي قناة على اليوتيوب. اوكي روحوا تابعوها بسرعة. اوكي حنحط لكم اياها تحت بالديسكريبشن. طبعا هل حكي فكرة الفيديو فيديو انه حنيجي نحكي مين بعرف ماريا اكثر. رح ماريا تسأل اسئلة 5 اسئلة واحنا لازم نجاوب عليهم والنقاط رح يكونوا فوق عندكم مشان تكون واضحة لحلا وسلمى. فيلا نبدأ. السؤال الأول، إيش عصيري المفضل؟ في خيارات؟ تفاح، برتقال، ولا مانجو؟ اثنين صح. تفاح نقطة. هاي حلا وسلمى جمعوا نقطة. السؤال الثاني ايش اكثر مكان بفضل اروح عليه؟ سلمى اعطيني خيارات. بحر، حديقة، ولا مول؟ يلا لا تشوفي عم بشوف زي المنزل اللي عم قاعدة تشوف. طيب يلا يا غشاش يا بحر. صح سلمى فازت. اخذ نقطتين. ياي. طيب بحبهم التنين بس الاكثر البحر. السؤال الثالث طيب. السؤال الثالث ايش لوني المفضل؟ زهري، اخضر، ولا اصفر؟ طيب انا وفي عندي كمان خيار رابع ازرق. طيب خلصنا. أوكي. صح اثنين صح وكل واحد بيربح نقطة. أنا كمان بحب الأزرق. أزرق اثنين وعندي. طيب في خيارين. هسا السؤال الرابع، إيش أكلتي المفضلة؟ بيتزا، شاورما، أو فوتوتشيني؟ نعم فوتوتشيني. ورق عنب. فوتوتشيني بعرفهم، هي عبارة عن باستا. ورق عنب أو شاورما أو بيتزا. أوكي أنا خلص. بستناكم. أوكي خلصنا. حالا خلصتي؟ أشوف إيه إيدي. الاثنين بحبهم بس الأكثر بحب الورق عنب. يعني ربحت نقطة. صرتوا متعادلين 3 نقاط 3 نقاط. تمام. السؤال الأخير واللي هو بحدد مين هيفوز. السؤال الخامس، مين إيش اليوتيوبر المفضل عندي؟ خيارات. ممسية أكتر يوتيوبر عندي. ممسية ولا عصابة بدر ولا أرسالة؟ خلص. طيب يلا. صح أنا بحب ممسية كلهم بحبهم. وصلنا معادلين. هلا راح نلعب حشره ورقه نقاط. لا سؤال كم عندك نقطه؟ السؤال
حدث اللي هو إضافي؟ إيش شخصي؟ إيش طبعا هذا السؤال لأنه إحنا طلعنا متعادلين فرح نشوف. هلا هون أنا هلا أعمل بونس. إيش كرتوني المفضل؟ سنفور، بابا سنفور، ولا سندريلا، ولا بيل؟ طيب هلا أنا هون طيب يلا هلا حأجي أكتب. أوكي اوكي هلا خلصت الكتابه؟ لا ما خلصت. اوكي يلا استنى هلا اسبنتي ايه ده اصعب اغير الاجابه مو هي ممنوعه حكون ولا بالنسبه للمس لا تحكي وطي صوتك اوكي انا بنسى أشو؟ أنا عادي مش هوريها. طيب يلا أشوف ممكن هاي. شوف أنا كتبت سنفور وهل كتبت بيل ومين هو المفضل؟ بيل. أوه ماي. حلا فازت مع انا ما اختك وبس. هذا كان الفيديو لليوم. استنوا اكتب لها 100 مليون. ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوا. اذا عجبكم لا تنسوا اللايك شير سبسكرايب وتفعيل جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد احنا بننزله. لا تنسوا تشتركوا بقناه برنسس حلا كرافت اند بيرلر بيتز وقناه الجيمنج باي باي باي.